السلام عليكم. الموقع ده ممتاز جدا، يعني تتكلم وهو يبدأ يحول الكلام اللي انت بتقوله لتكست. خلينا في الاول نختار اللغة العربية، تمام، واروح نشغل المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. فزي ما انت شايف الجودة بتاعته كويسة جدا، دقيق. في برامج تانية بتلاقي فيها مشاكل، انما ده ممتاز. تقدر تعمل سيلكت على الكلام، وتقدر ان انت تغير التنسيق بتاعه، تقدر تاخد كوبي او سيف او بابلش.